السلام عليكم. حديث اليوم سيكون مع سعادة سفير فلسطين في بغداد الأستاذ أحمد الرويضي. حياك الأستاذ أحمد. أهلا بك، شرفتنا. شكرا لحضرتك على وقتك. ويعني أنا أعرف أنه المفروض الجهود الآن أكبر من الجهود السابقة اللي تبذلوها، فساعدكم الله أولا، وكل التضامن مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا فيك. هذا بيت السفارة في بغداد هو بيت كل فلسطيني وعراقي. شكرا لحضرتك. احنا فلسطين والعراق واحد، اختلط الدم كما تحدثنا يعني قبل التسجيل في العام 48، وبالتالي مقبرة شهداء الجيش العراقي في جنين خير شاهد على علاقة الدم الذي تربط فلسطين والعراق. موجودة هذه المقبرة لحد الآن؟ بالتأكيد موجودة، ويشرف عليها جمعية الصداقة العراقية الفلسطينية، وهناك اهتمام فيها من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية، وهي يعني مكان يعزز انتماء العروبي الأصلي للعراقيين والجيش العراقي في العام 48 عندما اختلط دمهم بدم الفلسطيني بتراب فلسطين. هذا يؤكد أن العراق دوما مع فلسطين، وليس بالموقف الجديد الآن. أكيد، فقط لتذكير الأجيال الجديدة أن هناك مقبرة للجيش العراقي موجودة في جنين وتضم عشرات أو مئات الشهداء. صحيح، وأنا زارني العلم بعض العراقيين هنا في السفارة، وهم أهليهم شاركوا في حرب 48، وبعضهم شارك في حرب 67، وآخرين وأبنائهم شاركوا في حرب 73. بالتالي هناك يعني حالة من يعني العلاقة المميزة التي تربط العراق مع فلسطين، وإن شاء الله تتحرر فلسطين ويعود كل عراقي ويصلي معنا في المسجد الأقصى محرر من الاحتلال إن شاء الله. يعني البلد العربي الوحيد اللي يمتلك مقبرة للشهداء هو العراق في فلسطين. نعم، مقبرة الجيش العراقي في جنين، وهي تحظى بالاهتمام، وإحنا كنا بصدد أنه نعمل نشاط مشترك ما بين شهداء جنين وشهداء العراق اللي يعني أهليهم جثمينهم موجودة هناك في فلسطين، لكن كما تعلم الانصباب الجهد الآن على اجتياح غزة وهذا العدوان على شعبنا الفلسطيني هناك وهذا الدم الذي يتساقط الآن في غزة. سعادة السفير، الآن كيف ممكن وصف الوضع الميداني داخل غزة؟ شوف، الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها مستهدفة سواء بغزة والضفة الغربية والقدس. في غزة الآن يعني حصل الاجتياح البري، وكما تعلم ما زالت الطائرات تقصف وما زالت الدبابات تقصف المستشفيات والمساكن الآمنة وأيضا المخيمات التي فيها تجمع عدد كبير. هناك خداع حصل من خلال الطلب من أهل غزة الانتقال من شمال غزة إلى جنوبها. عندنا في غزة 2.5 مليون فلسطيني، في منطقة الشمال لوحدة 1.5 مليون، طلب منهم التهجير إلى منطقة الجنوب حتى يحصل اجتياح البري. يعني رفضت الناس الرحيل في أغلبها، ورفضت أن تترك بيوتها ومنازلها، والآن تدفع ثمن. لدينا أكثر من 12 ألف شهيد، لدينا أكثر من 30 ألف جريح، بعض الشهداء يقدر عددهم ب3000 إلى 4000 شهيد ما زالوا تحت الأنقاض. أيضا مستشفيات استهدفت، والليلة كان اعتداء على مستشفى الشفاء، ولاحظتم كيف يتم ذلك تحت صمت دولي رهيب. المستشفيات هي المكان الآمن الذي يوجد فيه المريض، تستهدف الجامعات، المراكز الثقافية. هناك حالة تدمير ممنهجة يمارسها الاحتلال لفرض قرار سياسي على الشعب الفلسطيني. وإلا ماذا يعني أن يأتينا أحد أعضاء حكومة الاحتلال المتطرف اللي بيعرف باسم وزير التراث ويقول لك بدي أرمي قنبلة نووية على غزة؟ هذا يعني أنه لا يريد وجودنا على هذه الأرض، وبالتالي هذه الحرب لم تعد تحت مسمى أنها ردة فعل كما يحاول البعض في الغرب يعني توصيفها. هي مسألة اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه وفرض حلول سياسية عليه وإنهاء القضية الفلسطينية للأبد. هذا الذي يسعى إليه نتنياهو وحكومته المتطرفة. لكن يعني هل وثقت جرائم الاحتلال الآن على أساس الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية؟ هل وثقت توثيق دقيق من قبل الحكومة الفلسطينية، من قبل جهات أخرى مثلا؟ دكتور، هي الحقيقة الوضع صعب لأن غزة محاصرة، حتى المؤسسات الدولية منعت الدخول لها، حتى معبر رفح قصف بعد 7 أكتوبر. يعني جديدا بدأت المساعدات تدخل، وبعض الفرق الدولية من خلال معبر رفح.
لكن دعني أقول لك المشهد صعب الآن للحديث عن توثيق، لأنه الكاميرا تنقل كل الحدث. إذا بدك تسألني بالجانب الآخر، نحن بدأنا يعني نفقد الثقة في إيش اسمه القانون الدولي ومواثيق جنيف واتفاقية لاهاي واتفاقية روما على أساس شكرت المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين وقرارات الأمم المتحدة، لأنه هذه صمتت عندما الجريمة تحصل ضد أطفال، أكثر من 5000 طفل شهيد، ظهرت صورهم على شاشات التلفاز والكل شاهدهم في العالم بما فيها الرئيس الأمريكي نفسه. لذلك هذا الصمت الدولي يعني يعطيك شعور وكأن هذه المنظومة الدولية عمياء عندما يتعلق الموضوع بالوضع الفلسطيني. لذلك نحن ثقتنا الآن في القانون الدولي ثقة ضعيفة، ومع ذلك مصرين أن نستخدم هذه الموازين الدولية، لأنه احنا جزء كفلسطينيين من هذه المنظومة الدولية ونضع الجميع أمام مسؤولياته. على مستوى الحراك الدولي كذا يعني كدبلوماسية فلسطينية، ما الذي تقوم به الآن؟ ما هي أولوياتكم؟ يعني عندنا احنا ثلاث أولويات أساسية. الأولوية الأولى إيقاف العدوان، احنا شلال الدم الذي ندفع، احنا ندفع ثمن كبير بعدد الشهداء، بتدمير غزة، بتدمير البنية التحتية، بجعلها غير صالحة للحياة مستقبلا. في المسألة الثانية إدخال المساعدات، المساعدات مهمة لكل إنسان لأنه بالنهاية هو يحتاج إلى العلاج، إلى الطعام، إلى الماء، وهي الأساسيات للحياة غير موجود الآن في غزة. أيضا ما نريده هو أن يكون هناك حل سياسي ينهي هذا الاحتلال عن أرضنا وننال حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس. وبالتالي رفضنا أي حلول سياسية قدمت لنا عنوانها غزة لوحدها أو أنه دولة بدون القدس أو هكذا. لذلك الحل السياسي يجب أن يكون يشمل غزة والضفة والقدس. محاولة الآن بلورة بعض الأفكار الدولية من أجل إيجاد حل لغزة ضمن قوات عربية، قوات دولية غير ذلك، هذا محاولة لمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في المستقبل. أنا أتحدث معك، وأيضا الضفة الغربية مستهدف الآن، هناك أكثر من 300 شهيد في الضفة الغربية، هناك في القدس لوحدها حوالي 25 شهيد، أيضا هناك اعتقالات حوالي 3000 معتقل تم اعتقالهم خلال الشهر الأخير في الضفة الغربية، هناك مستوطنين مسلحين يطلقون النار بشكل مباشر على أهلنا في حوارة وفي نابلس وفي جنين. لذلك المشهد أيضا بالضفة الغربية والقدس كما هو في غزة، لكن في غزة هو الدفع الثمن الأكبر من الدم الفلسطيني. لذلك أي حل سياسي لا معنى له بدون حل كامل وشامل. من يطرح هذه الحلول السياسية ولمصلحة من أن تعزل غزة مثلا أو تعزل المناطق الأخرى؟ يعني الولايات المتحدة. من يدعمها؟ الولايات المتحدة الأمريكية عندما قدمت في اجتماعات الأردن وفي زيارتها لرام الله ماذا كانت تطرح؟ هي تطرح حل سياسي قائم على أساس دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، لم تطرح ذلك بالمطلق. هي كل هدفها الآن غزة وكيف تبحث عن حل غزة ضمن الرؤية الإسرائيلية. لذلك رفضنا أي حل يقدم من الإدارة الأمريكية، وكنا واضحين إنه الضفة الغربية وغزة والقدس حالة واحدة، هي الدولة الفلسطينية بالنسبة لنا، وهي الأقل على فكرة من مطالبنا التاريخية، لأنه احنا قبلنا في 22% من فلسطين التاريخية، ومع ذلك العالم لم يستجب معنا. والرئيس أبو مازن كان واضحا مع الأمريكان ومع غير الأمريكان من اللي زاروا أنه أي حلول لا تعطينا حق في الدولة لن نقبلها. الجزئية الثانية لها علاقة في التمثيل، نحن ناضلنا من أجل أن يكون لنا تمثيل سياسي من 65 من انطلاق الثورة، في 74 وقف ياسر عرفات في الأمم المتحدة وقال غصن الزيتون في يدي وبندقية الثائر في يدي، حتى قبلت منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. الآن هناك من يريد أن يتجاوز هذه الشرعية الفلسطينية اللي كثير ناضل ودفعنا دماء حتى يبقى قرارنا مستقل. من يريد أن يتجاوز؟ بعض الأطراف التي تدعم الانقسام الفلسطيني وتريد أن تعزز هذا الانقسام. مثل من؟ يعني أولا الاحتلال الإسرائيلي الذي هو بالأساس معني في استمرار الانقسام. هذا عدو واضح بالتأكيد. وبالتالي نحن طلبنا الجميع أن يكون عنصر وحدة ما بين الأطراف الفلسطينية المختلفة بما يعزز أن يكون هناك حل يضمن أننا كلنا مستهدفين. أنا بدي أقول لك بصراحة، يعني عندما تطلق الرصاصة الإسرائيلية أو عندما يطلق الصاروخ وبدي يميز بين فتح وحماس، كلنا مستهدفين، كل الشعب الفلسطيني مستهدف. لذلك يجب أن يكون الحل شامل ضمن رؤية واضحة مقبولة بالنسبة لنا، لخصها الزعماء العرب بالقمة العربية الإسلامية اللي هي مبادرة السلام العربية وحل الدولتين. البعض ما بتفق مع حل الدولتين، ندرك ذلك كما هو العراق،
لكن في النهاية ما نريده هي حريتنا، هي استقلالنا، أن نعيش حرين، أن نعيش في وطن نتمكن فيه من التعليم والصحة والثقافة، أن يبعد هذا الاحتلال عن صدورنا. إحنا أنا شخصيا ولدت والاحتلال موجود، لذلك حياتنا معقدة جدا وصعبة في ظروف إحنا لا يشعر فيها إلا من يعيش تحت الاحتلال ويمر عبر الحواجز العسكرية ويلاحق في حياته الشخصية وفي منزله وفي بيته وفي أبنائه. هذه ربما الإعلام لا ينقلها بشكل دائم، من هون المشهد صعب، صار شيء معتاد. صحيح، صار شيء معتاد قتل الفلسطينيين، عدا عن الاقتحامات اللي بتتم ضد مقدساتنا في مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. هذا المشهد الصعب اللي انت هون كمان بالعراق بتشاهده، مستوطن يقتحم المسجد الأقصى المبارك ليس صاحب مكان، ويؤدي صلوات تلمودية ويعتدي على نبيك بالكلمات بذيئة، ويحمى من قبل الأمن الإسرائيلي ويمنح جائزة أحيانا من قبل سلطة الاحتلال، وأحدهم بالحكومة الاحتلال نفسها اللي هو بن غفير الذي هو يعادينا في المسجد الأقصى المبارك، ويريد أن يقيم الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة، وهي جزء من عقيدتنا. المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلمين في صورة خاصة في القرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبالتالي هناك معركة نخوضها أيضا في المسجد الأقصى المبارك. لذلك أنا بقول لك المشهد صعب، نريد خطوات أوسع. إحنا جزء من الأمة العربية والإسلامية لا ننكر، لكن لابد من خطوات عملية فاعلة جدية تنفذ قرارات القمة العربية الإسلامية التي عقدت 11 الشهر الماضي، الشهر الحالي في المملكة العربية السعودية. يعني هذا يشير إلى أنه، إذا كان تفسير صح لكلامك، هل يشير إلى أنه فقدتم الثقة بالأمة العربية، بالمجتمع العربي، يعني كدول عربية؟ يعني دكتور، يعني مش بهذا المعنى، لكن بدي أقول لك تستطيع المنظومة العربية والإسلامية أن تعمل بلغة المصالح لتنفيذ برنامجها. تعلم السياسة هي لغة المصالح في الآخر، يعني والناس تتعامل معك على أساس لكن المصلح. على أي مصالح بالضبط؟ هاي بالأدوات والممتلكات والموارد اللي موجودة لدى الوطن العربي، والذي يستطيع فيها أن يؤثر في القرار الأمريكي والقرار الأوروبي اللي ما زال حتى اللحظة معادي لنا كفلسطينيين، ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال لإيقاف الجريمة. من هو الطرف الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذا الكيان عن هذه الجريمة؟ فقط الولايات المتحدة الأمريكية. طب شو أدوات من يستطيع ضغط على الولايات المتحدة؟ يعني إحنا الوحيدين اللي قلنا لا للولايات المتحدة الأمريكية، ولن نقبل في أي حال لاعد لا توطين ولا تهجير ولا دولة في غزة بدون القدس ولا بدون حل سياسي كامل لكل الأراضي الفلسطينية. وبالتالي كنا جريئين في ذلك. الآن لكن أيضا هل لديكم الإمكانية بالضغط على الولايات المتحدة؟ إحنا تمسكنا بحقوقنا المشروعة. إذا كنت تذكر بصفقة القرن عندما جاء ترامب، ماذا قدم لنا؟ صفقة القرن، صحيح؟ من الذي قال لا لصفقة القرن؟ الرئيس أبو مازن. وأطلق كلمات واضحة واضح. لكن السؤال بإشارة إلى غير إلى شيء آخر، يعني من يمتلك القوة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية هو بعض دول الخليج، لأنها اقتصاديا. هل تمارس هذا الضغط دول الخليج؟ شوف دكتور، ما بدي أدخل بهذا الموضوع، لكن اللي أقول لك إياه، هناك كان قمة عربية إسلامية أخذت جملة كبيرة من القرارات، إلها بعد سياسي وإلها بعد تنموي. البعد السياسي إلها علاقة في التأثير والضغط في مجلس الأمن، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على الدول المؤثرة، وبالتالي العمل كمنظومة موحدة لإبراز الموقف الرسمي العربي الإسلامي اللي هو ضد العدوان وضد سلب حقوق الشعب الفلسطيني. في المسألة الثانية، مسألة الدعم لفلسطين، هي الموضوع مش بس مساعدة إنسانية تقدم لنا في غزة، الموضوع أن هناك موازنات تصرف على الشعب الفلسطيني إلى علاقة بالغذاء والماء والكهرباء. إحنا بندفع في غزة لوحدة 140 مليون دولار، 60% من موازنة السلطة، أو حتى يكون واضح 58% من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على غزة. وبالتالي شبكة الأمان العربية اللي تم إقرارها في القمم العربية، سواء عقدت في الجزائر أو عقدت في الظهران سابقا، لابد من تنفيذها، وإلا نترك وحيدين في معركة عنوانها القدس. طبعا أنت بتحتاج إلى دعم حتى نحافظ على التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، ومستشفياتنا ترجع على مستوى يعني على مستوى يعني تأثير، وباختصاص حضرتك تأثير دبلوماسي سياسي على مستوى صناع القرار. إحنا يعني الحاجة أعتقد إنه الأولوية الآن إلى وقف العدوان بالزبط. ومن ثم إدانة هذه الجرائم بشكل صحيح، ومحاكمة مرتكبيها على إذا كان للعدالة وجود بالمستوى العالمي الآن.
ما الذي يقوم به المجتمع يعني مو كمجتمع عربي وإنما حكام العرب بهذه الطريقة من أجل مساعدة فلسطين؟ أريد جوابك ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل وأعود إليكم. جديد وحييكم مشاهدينا الكرام وحديث العراق اليوم مع سعادة سفير فلسطين في بغداد الأستاذ أحمد الرويضي. حياك الله أستاذ أحمد. جديد سألتك قبل الفاصل عن الدور السياسي الذي يقوم به العرب الآن، هل هو نابع من مصالح العرب نفسهم؟ لأنه نحن نعرف بعض الدول طبعت مع إسرائيل ويمكن الآن تعمل من أجل إسرائيل أكثر من ما تعمل من أجل فلسطين، هل توافق ذلك؟ لا، أعتقد ما بعد 7 أكتوبر تغيرت كثير من الأمور في المنطقة وأصبح الجميع يدرك طبيعة الخطر في هذه المنطقة، وأنا ما كنا نتحدث فيه دوما أن الخطر في هذا الاحتلال الإسرائيلي وليس في أي جزء آخر في المنطقة، وأنه لا أمن بالمنطقة بدون إنهاء الاحتلال وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وأن الحل يجب أن يكون بإقامة دولة فلسطينية، وتحدثنا في ذلك مطولا. ومع ذلك كانت المشهد يعني سابقا ما بدي أتحدث، أنت يعني أي مواطن عربي يستطيع أن يفهم طبيعة المشهد قبل 7 أكتوبر. الآن نحن في وضع جديد له علاقة في كشف القناع عن الحقيقة لهذا المحتل الذي يريد تهجيرنا كعرب وليس كفلسطينيين فقط. لذلك هتافه في تل أبيب، المظاهرات من قبل المتطرفين، الموت للعرب، هذا العنوان اللي بتحدث حيوانات بشرية، لذلك نستهدفون هو لما قال حيوانات بشرية ووضحت الفكرة يعني. تمام. المسألة الثانية هي مسألة هذا المجتمع الدولي الغير معني إلا في إدانة قتل المدنيين الإسرائيليين، وبالتالي هو يطلب منا كعرب ويطلب منا كفلسطينيين أن ندين القتل المدنيين، وكأنه ال 12 مليون شهيد والثلاثين مليون جريح هؤلاء مش بشر اللي العالم والمجتمع الدولي يقوم بإدانتهم. هل سمعت إدانة من الرئيس البريطاني ولا من الرئيس الأمريكي لمقتل هؤلاء؟ تسمع إدانات، إدانات ليس لها معنى في ظل واقع صعب يعيش الإنسان على الأرض ويستقبل الدبابات والقنابل وأطفال تحت الأنقاض. هذا مشهد عظيم وصعب ومؤثر جدا، يستطيع أن يغير بالحقائق كثيرا. في المسألة الثالثة لها علاقة في أن هناك دول عربية متضررة أكثر، يعني مصر على سبيل المثال، الأردن، هذه دول متقدمة في موقفها معنا لأنه هي أكثر المتضررين من الحالة الآن في غزة وفي الضفة الغربية. دعني أقول لك موقف العراق موقف متقدم جدا، استمعت إلى خطاب دولة رئيس الوزراء السوداني في القمة اللي عقدت في، قد يكون هو الموقف الوحيد الواضح بهذه صحيح الطريقة. وأنا شخصيا كنت وجهت التحية له على هذا الموقف باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. نحن أيضا العراق ليس فقط في موقف السياسي وإنما في موقف الإنساني، أكثر من مساعدة تم نقلها الآن إلى غزة، وللعلم أغلبها ضمن الاحتياج اللازم لأنه تم تنسيقها مع الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية. وأنا كان عندي هون بالسفارة رئيس الهلال الأحمر العراقي وتحدث مع رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، وكان هناك وضوح في طبيعة الاحتياجات، لذلك تم توفير هذه الاحتياجات اللازمة لإدارة المستشفيات في غزة. وأيضا العراق أعلن عن استعداده لاستقبال لعلاج كافة جرحى غزة على نفقة الحكومة العراقية، سواء في مستشفيات الحسينية أو في المستشفيات العراقية أجمع بما فيها نقلهم من مطار العريش إلى بغداد على حساب الحكومة العراقية رغم الظروف اللي بمر فيها العراق. أيضا في الموضوع الضغط الدولي والشراكة مع الجانب الفلسطيني في إثارة الاحتياجات الفلسطينية على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى المنظمات الدولية، هذا أيضا مهم جدا. لذلك تنشط الخارجية العراقية مع الخارجية الفلسطينية بسفراء بالتعاون ما بين السفراء من الطرفين في المنظومات الدولية. الآن أنت تحسب المواقف العراقية الإيجابية صحيح، لكن يعني ربما لطبيعة عملك أنا أعطيك العذر، لكن المواقف السلبية العربية واضحة جدا.
يعني شوف. تصريحات على وسائل الإعلام لرئيس أكبر دولة عربية السيسي يتحدث عن يعني كأنما يعطي إشارة لتهجير الفلسطينيين واذهبوا بهم إلى النقب ولا تجيبونهم إلى فلسطين إلى مصر وغيرها. هو كان في بعدين لحد الآن معبر رفح ما قدروا يفتحوا العرب. وين العرب؟ وين دورهم يا دكتور؟ هلأ دكتورنا الحبيب في موضوع رئيس السيسي ووضع جمهورية مصر العربية، مصر دفعت ثمن كثير للقضية الفلسطينية ومصر قدمت الكثير، لا يجوز أن ننتقص من دورها. وفي الموقف الذي قدمه نحن نتفهم هذا الموقف ونفهم الخلفية الذي جاء عليه، لأن كان هناك الحديث عن توطين في سيناء ونحن أول من رفضنا التوطين، والتوطين ليس بالجديد للعلم، التوطين طرح من الملك فاروق في 1952 ورفضته القيادة الفلسطينية، القيادات الفلسطينية في ذلك الوقت، وما زلنا نرفضه. وللعلم ليس فقط التوطين في سيناء، هناك حديث عن توطين في مناطق أخرى من العالم العربي، وهناك حديث عن ترحيل أهل الضفة الغربية إلى الأردن وإقامة الوطن البديل، وهذا منشور في أدبيات الأحزاب الإسرائيلية التي تحكم الآن في هذا في الاحتلال، في دولة الاحتلال. لذلك المشهد صعب جدا، ولا نلوم القادة عندما يتحدثون في مواقف ونحن ندرك طبيعتها وخلفياتها ونفهم ما الذي يقصد بهذه الرسالة، لأنه الأرض الفلسطينية، فلسطين التاريخية، هي كلها فلسطين، هي كلها فلسطين، ولكن تعلم لظروف معينة إلها علاقة في البعد الدولي. قبلنا في العام 88 عندما تم إعلان الاستقلال على أي جزء من الأراضي يتم تحريره، وإحنا اليوم للعلم يصادف الذكرى 35 لإعلان الاستقلال عندما وقف ياسر عرفات في الجزائر وأعلن قيام الدولة الفلسطينية. لذلك قبلنا في أوسلو حتى يعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه، وبدأنا نتحدث أنه بعد 5 سنوات إقامة الدولة، لكن هذا عالم ظالم لا يقبل الحرية وقيم الديمقراطية. تتحدث الثورة الفرنسية عن قيم الحرية والديمقراطية وتشاهدها عندما يتعلق الموضوع بفلسطين تصمت. تتحدث بريطانيا عن قيم القانون الدولي، وعندما مظاهرة في بريطانيا تعزل وزيرة الداخلية لأنه تعبر أنه ستسمح في المظاهرات تأييدا للشعب الفلسطيني. طب أنت شو تتوقع من هذا المجتمع الدولي؟ لذلك أهمية البعد العربي والإسلامي، لذلك نحن مقتنعين فلسطينيا في أهمية هذا الموقف العربي. وللعلم مش بس الموقف العربي الرسمي، طب موقف الأحزاب مهم جدا، وموقف البرلمانات مهم جدا، وموقف الشارع العربي مهم جدا. وهذا المشاهد اللي شفناها في بغداد وفي القاهرة وفي عمان وفي تونس وفي الجزائر وفي كل الدول العربية ليست تعطيك مشهد أن الأمة العربية لا يمكن أن تنسى فلسطين، وأن فلسطين ستبقى القضية المركزية، وأن عندما جولدا مائير قالت الكبار يموتون والصغار ينسون، عم بتشوف المشهد. طب أنا حضرت مهرجان هنا في العراق في المسرح الوطني، أطفال عراقيين رسمين علم فلسطين وأمهاتهم معهم، وبتحدثوا معي الأمهات أنه أبنائهم يعني عايشين بس متابعة أطفال فلسطين وكيف تؤثر عليهم الحالة. طب هذا لم تنبت قضية فلسطين في قلبه من الآن؟ إذن قضية فلسطين لن تمحى. بعد 7 أكتوبر خصوصا أعادت فلسطين للواجهة من جديد. بالضبط، وبالتالي ستبقى قضية فلسطين هي القضية المركزية في المنطقة. الوهم أن أي قضية أخرى وأن إسرائيل جزء من المنطقة وأن الخارطة اللي عرضها نتنياهو في الأمم المتحدة بشهر 9 الماضي اللي تحدث عن فلسطين التاريخية والجولان على أنها بين قوسين دولة إسرائيل ولا وجود للشعب الفلسطيني، وسبقها سموتريتش في أوروبا في محاضرة بيقول لك لا وجود للشعب الفلسطيني، إحنا أصحاب الأرض وهذول الناس أجوا من 100 عام، إحنا الكنعانيين أصحاب التاريخ اللي الوثائق تؤكد وجودنا على هذه الأرض، واللي أجانا من بولندا وروسيا وأوكرانيا ومن الشرق يريد أن يحكم ويدعي أنه صاحب الأرض ولا يوجد له سند تاريخي. إذن المعركة كبيرة جدا وصعبة، ولكل إنسان فينا دور، الرسمي له دور، المثقف له دور، الإعلامي له دور، المدرس والمعلم له دور، وكل إنسان موجود في موقعه يستطيع أن يكون له دور في دعم فلسطين. أنت في دورك الإعلامي وفي هذا اللقاء تدعم فلسطين لأنك تريد أن تبرز قضية فلسطين للنشء وللجيل الجديد ويفهم طبيعة الصراع ويفهم أن هذه المعركة ليست بالجديدة وإنما بدأت من قبل قرنين عندما
عقد مؤتمر بازل وتحدث عن إقامة الكيان الإسرائيلي، وتحدثوا عن فلسطين لجمع اليهود فيها ضمن منطق ربطها في موضوع اليهودية، ثم جاء وعد بلفور في 1917، ثم الانتداب البريطاني اللي سهل الهجرة اليهودية، ثم 48 وما حصل فيها. هذا تاريخ يجب أن يفهمه هذا الجيل. ياسر عرفات لما وقف في الأمم المتحدة غصن الزيتون في يد والسلاح في يد آخر، هذا كان منطق، هذا كان منطق يعتمد على السلام من جهة والسلاح من جهة أخرى، لكن هذا المنطق لم نراه اليوم عند السلطة الفلسطينية. بالعكس، عندما يتحدث محمود عباس نفسه أنه أفعال حماس لا تمثلنا، وعندما يدين قتل المدنيين الإسرائيليين ويدين قتل المدنيين الفلسطينيين بنفس المستوى، كيف ممكن وصف هذا؟ هل تخلت السلطة الفلسطينية تماما عن حماس مثل ما تخلت الدول العربية؟ هل استمعت منه هذا الحديث بشكل مباشر؟ هذا الحديث نقله الإعلام الإسرائيلي وأراد منه أن يخلق حالة انقسام وانشقاق ما بين غزة والضفة. إحنا بشكل واضح قيادتنا متفهمة، يعني هذا الكلام مو صحيح، لم يصدر أي إدانة. إحنا ضغط علينا من قبل الولايات المتحدة ومن غيرها من الأطراف أن ندين ورفضنا. نحن ضغط علينا أن نقبل بحلول جزئية للقضية الفلسطينية لا تلبي حقوقنا الوطنية ورفضنا. نحن أصرينا على موقفنا بأن الدولة الفلسطينية حق مشروع لنا وعاصمتها القدس، ولذلك ندفع ثمن الآن حصار اقتصادي علينا، وبالتالي توقيف نقل الأموال، وبعض الدول الأوروبية وقفت علينا الدعم، وبالتالي هناك نقص في الموارد المالية للعلاقة بالرواتب والعلاقة بالتعليم والعلاقة في كل المؤسسات والعلاقة حتى بدفع الكهرباء والماء وغيرها لما يتعلق في غزة. لكن دعني أقول لك رفضنا. ولما قال الرئيس أبو مازن أصر على أن يدفع رواتب الأسرى والشهداء وهدد بقطع، قال تقطع الأموال عنا وسأستمر في دفع أموال الشهداء والأسرى وكذلك دفع للقدس، عندما استمر في دعم مؤسسات القدس أيضا تعرض للتهديد، ومع ذلك رفضنا. أنا بدي أقول لك شغلة، أي معركة تخوضها يجب أن تكون لها شق سياسي. أنت ماذا تريد في النهاية؟ مش بدك حل سياسي؟ أنت ليش بتناضل؟ وإحنا طلاب دم وطلاب قتل، إحنا طلاب حرية، لذلك حريتنا طلاب أرض، طلاب أرض، حرية، حريتنا على أرضنا، أرضنا اللي هي حقنا، هي ملكنا، هو هذا محتل جاءنا واحتل أرضنا ونريد إزالته عن أرضنا، هذا هو مفهوم القضية الفلسطينية. لذلك البعض يريد أن يعزز الانقسام الداخلي الفلسطيني ويطلق مثل هذا الموضوع. إحنا بنقول بشكل واضح، نتمنى من الجميع، نتمنى من كل الإخوة، نتمنى من كل العرب أن يعززوا من اللحمة الوطنية الفلسطينية، وأن لا يكونوا سبباً بزيادة الانقسام بتعزيز رأي على رأي. يجب أن نكون جامعين للأطراف. تمام، لكن حتى وإن كانت موقفنا يبدأ من فلسطين نفسها، يبدأ صحيح من فلسطين صحيح. أنا قبل شفنا تجارب عندنا بالعراق. هلا خلينا نقول بالنسبة لفلسطين بعد 7 أكتوبر الأمور تغيرت، المفاهيم تغيرت، وبالتالي الموازين ستتغير والأفكار ستتغير، ونحن ندرك أننا يعني ما يحصل ونفهمه بشكل جيد. الأخطر الآن دكتور، الأخطر الآن بالنسبة لنا هو العدوان والحلول السياسية. ما يقدم من حلول سياسية لا تلبي الحد الأدنى، ما يقدم لنا من مواقف يحاول البعض تسويقها عنا دوليا أو حتى من أطراف إقليمية، نحن نرفضها بالمطلق، لأنه بالأساس لا تلبي الحد الأدنى من حقوقنا اللي على رأس إقامة الدولة على 22% من فلسطين التاريخية. شوف أنت لوين نازل وعم بيجوك بحلول غزة، حلول بالضفة وغزة بدون القدس. لذلك القيادة كان هذا مقابل إيقاف العدوان على غزة طبعا، وفي شيء وفي رفض حتى في الحد الأدنى من الحلول السياسية المطروحة ترفضها إسرائيل. لذلك المعركة كبيرة وواسعة ولن تنتهي عند هذه الهجمة اللي بتتم علينا. إحنا من 48 75 عام وندفع ثمن، في 48 34 مجزرة تم توثيقها من قبل الأمم المتحدة على الشعب الفلسطيني، أشهرها مجزرة دير ياسين، ثم توالت المجازر وصمدنا وانتقلنا لبيروت ومجازر صبرا وشتيلة، والآن في غزة. يعني أنت يعني طبيعي تدفع ثمن، والثمن اللي بتدفعه ليش؟ عشان بالآخر تحقق هدف سياسي اللي هو إقامة دولتك. ما الذي حققته إسرائيل الآن من 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 هذه من هذه الحرب على غزة؟ لم تحقق شيء. هل تعتقد إسرائيل ماذا تريد؟ تريد أن تكسر إرادة الفلسطيني ولم تنجح ولن تنجح،
إرادتنا عالية جدا، ثباتنا عالي جدا، قناعتنا بأنفسنا وبحقنا ثابتة وحتى وان كنا الأضعف. المسألة الثانية، أرادت أن تفرض حل سياسي ولم تستطيع، أرادت أن تعزز عزل غزة عن الضفة الغربية وأن تجعل لكل منطقة حل منفصل وبالتالي تتحكم هي في كل القضية الفلسطينية وفشلت. اليوم العالم عم بتشوف، صحيح أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية الجهاز الرسمي ما زال في مواقف يعني لا تتناغم مع احتياجاتنا ومع مطالبنا، وأنت أي واحد عراقي فلسطيني يستاء من هذه المواقف، لكن في النهاية تجد في الشارع الدولي اليوم مسيرات كبيرة، تجد صناع رأي يتحدثون الآن، يعني جريمة تحدث، بل خلينا نحكي بصوت عالي، أعضاء برلمانات بدأوا أوروبية على مستوى أوروبي شعبي ودولي. لذلك أنا بقول لك الأمور ستتغير كثيرا، لكن خلينا نصبر، وهذا الصبر أول شيء إحنا الفلسطينيين، وإحنا صابرين ومتحملين كثير، ورغم الألم ورغم الأذى إلا أنه مدركين أنه هذا جزء من ثمن الحرية. تمام، أنا سألتك عن ما حققته إسرائيل، وأريد أسألك عن ما حققته المقاومة من يعني خلال هذه الفترة. أريد الجواب ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل وأعود إليكم. من جديد أحييكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من هذه الحلقة مع سعادة السفير الفلسطيني في بغداد، حياك الله من جديد. سألت قبل الفاصل عن ما الذي حققته إسرائيل، قلت حضرتك أنه لم تحقق شيء لحد هذه اللحظة، لكن ما الذي حققته المقاومة بهذه العمليات؟ خلينا نقول ما الذي حققته فلسطين. أفضل هذا مصطلح، لأنه فلسطين نحن أصحاب أرض، وهذا المسمى يجب أن يبقى فلسطين. شوف، نحن ندفع ثمن حتى اللحظة، وأنا ما بقدر أحكي عن إنجازات الآن ودم شعبي ينزف في غزة وفي الضفة الغربية، لذلك أنا مسلط الأضواء أكثر على طبيعة الجريمة التي تحدث على الأرض، واللي عنوانها حتى اللحظة كما ذكرنا 12 مليون شهيد. أنا أجلس معك الآن وهناك اقتحام لمستشفى الشفاء بدأ من صباح اليوم ومستمر حتى اللحظة، أطباء، أطفال خدج، شهداء على باب المستشفى، أكثر من 100 شهيد، 180 شهيد تم دفنهم على باب المستشفى الآن. لذلك في التقييم الداخلي هذا لابد منه، إحنا لابد أن نقيم فلسطينيا أين نقف وين نضالنا رايح وكيف الأدوات استخدام النضال، لكن كل اللي ذكرته من الضحايا لم أشاهد، وأنا متابع يعني أكثر من جيد لما يجري في فلسطين، لم أشاهد فلسطيني واحد ممتعض، ولا أنا ممتعض. يعني دكتور، ما في حدا ممتعض. الغريب سعادة السفير أنه الشعب الفلسطيني وخصوصا في غزة الآن يعني يقتل هو وعائلته ويرسل رسائل ويم محمد نيالك وليت أمي بدالك. سعادة السفير، هاي الصور ما تشوفها في أي مكان أنا في العالم، ولا في أي ولا مع أي شعب بالعالم. هذا الشعب من سنة 2000 محاصر، يمنع عنه الغذاء والماء والكهرباء والبترول، وفقط معبر اسمعين أبو كارم هو الذي يسمح فيه يربط ما بين أراضي 48 وغزة، هو الذي يسمح فيه بإدخال البضائع. معبر رفح كان للتنقل للسفر عن طريق القاهرة، لكن في هذا المعبر شو كان يقدم للفلسطيني؟ فقط الجزئيات التي تمكن من العيش البسيط. الناس مخنوقة، الناس عندها بطالة وفقر. طب ما هي الحياة يعني شو معناها بالآخر أنت تحت هذا الظروف في مساحة 365 كيلومتر فيها 2.5 مليون عايشين فوق بعض؟ المباني شفتها أنت قديش مرتفعة هناك في غزة، مع هذا أعطى الفلسطيني، ومع ذلك الناس هناك، مع هذا أعطى الفلسطيني صورة للحياة مختلفة تماما. الحياة هي بالقيم، بالكرامة، بالنضال. ليش أنت اليوم شهدت العالم يصنع معك موقف وعم بتشوف المسيرات اللي في أوروبا، حتى أغنية في السويد عمرها 50 سنة صحيح، ولا 20 سنة مش متذكر، عادت إلى الواجهة صحيح، تتحدث عن تحيا فلسطين ويغنيها هاي ومنحها البرلمان السويدي للأسف. اللي بدي أقول لك إياه كالتالي، إحنا ندفع الثمن ولكن أيضا نريد أن ننهي الاحتلال، لأنه إذا استمر الاحتلال ستستمر الحروب علينا.
غزة من عام 2000 هاي الخمسة الحرب الخامسة على غزة. كل سنتين في حرب على غزة. في الضفة الغربية بجنين في نابلس في رام الله عم بتشوف الاقتحامات والشهداء اللي عم بتساقطوا يوم يوم. بطول كرم امبارح 7 شهداء سقطوا في مخيم عين شمس. لكن في حياتنا كلها ما شاهدنا الإسرائيلي مهزوم مثل هذه المرة. لأنه بدي أقول لك شغلة، عندما لا تكون صاحب حق وعندما تعلم أنك ليس لهدف موجود هنا في غزة، وعندما تعلم أن العالم كله ضدك، طب ما وضع طبيعي بدي يكون مهزوز. نتنياهو يريد مهزوم. أنا مهزوم أتحدث عن مهزوم. مهزوم يعني مهزوز. ألا يعتبر هذا شيء كبير لما صنعته المقاومة الفلسطينية؟ بدي أقول لك شغلة، هي المقاومة عنوانها كبير، عنوان الشعب الفلسطيني كله. أنت ما تغتزل بحصل بغزة وكأنها بدأت الثورة من هون. من 48 هناك ثورات متعاقبة عنوانها الأقصى، الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية اسمها انتفاضة الأقصى، وهبة الأقصى، وغزة تعرضت لخمس حروب، هذه الحرب الخامسة عليها أو السادسة. اللي بدي أقول لك إياه، أنت تريد أن تنهي هذا الاحتلال. طالما استمر الاحتلال سنستمر في دفع الثمن. لذلك تقييمنا الداخلي يجب أن يكون ليس من باب المزايدة ومن دفع أكثر ثمن، وإنما من باب ترتيب أوراقنا لكي نحمي حقوقنا. أشعر في جوابك عذرا نوع من الهروب عن ذكر المقاومة. هذه المقاومة مقاومة الفلسطينيين، مقاومتكم. أنا بقول لك كل الشعب الفلسطيني عم بقاوم، أنت اللي بدفع الثمن مش الشعب الفلسطيني. شو بتسمي اللي بدفع الثمن؟ هو أكيد مقاوم محصورة بس بفصيل سياسي معين. لا أنا لا أتحدث، أنا أتحدث عن فصائل المقاومة اللي موجودة، فصائل المقاومة كلها، ومن يدعمها ومن يناصرها داخل فلسطين. كل الشعب الفلسطيني يناصر الفصائل الوطنية الفلسطينية، ونحن جزء من هذه الفصائل الوطنية الفلسطينية بصرف النظر عن انتماءاتنا وخلافاتنا في الآلية السياسية أو في العقائدية. هذا كان طرف الإخوان المسلمين، ولا هذا يساري، ولا هذا علماني، ولا هذا إسلامي، ولا هذا مختلف، لكن بالنهاية متفقين على عنوان واحد هو انتهاء الاحتلال عن أرضنا وقامت دولتنا الفلسطينية وعاصمة القدس. الكل متفق على هذا الهدف. قد نختلف في الآليات لكننا مجمعين على أن أي معركة يجب أن يكون لها أهداف سياسية. لذلك نحن نخوض المعركة وندفع الثمن حتى نحصل على ثمن سياسي. إحنا هد الدم هذا مجانا، يعني سيفقد من الشعب الفلسطيني. أنا ليس ضد أحد ولا أتهرب من سؤال. أنا بعطي المسميات أن الفصائل الفلسطينية كلها جزء من المعركة. هلأ فصيل معين قد تكون له الإمكانيات الأكبر ويسلط عليه الإعلام بشكل أوسع ويعطى فضائية عربية كبيرة تغطيه بشكل أنظم، هذا مختلف. لكن الكل يدفع ثمن والكل يخوض المعركة. ما هي عندك كتاب شهداء الأقصى والجهاد الإسلامي، وعندك الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحماس وكل الفصائل هي الآن في المعركة الداخلية وتدافع عن الأرض الفلسطينية وتدافع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. أنا أفهم السياسي، أفهم السياسي اللي يريد تحقيق مكاسب سياسية يمتلك شيء بالميدان على الأقل يلوح فيه في حال. تمتلكون الآن قوة ليست سهلة، يعني قوة مش مختلفين، قوة جبارة حقيقة سيدي. لأنه هذا الاحتلال بكل البروباغندا العربية التي وصفت لنا الاحتلال بها أنه القوة التي لا تقهر، القوة التي كذا، القوة التي كذا، شاهدناه مهزوم مكسور فاقد لزمام المبادرة. الأمريكان يديرون لعملياته ما يعرف إيش يسوي. لماذا لا تستفيدون من هذه القوة الميدانية في تحقيق مكاسب سياسية؟ أنت كأنك بتفهمني أنه أنا ضد حماس. إحنا حماس لا. جزء من الشعب الفلسطيني. لا أنا أسأل فقط. نحن عندما نمثل هنا فلسطين نحن نمثل كل الفلسطيني، قيادتنا الفلسطينية ومؤسساتنا الفلسطينية أجمع. لذلك نحن ليس ضد أحد، وإنما ما ذكرته أن المنظومة الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون ببذرة وطنية بهدف سياسي و بجهد على الأرض. طبيعة المعركة على الأرض تختلف من موقع إلى موقع في داخل الأراضي الفلسطينية، في غزة مختلفة عنها، في الضفة الغربية مختلفة عنها، في القدس. لكن الهدف السياسي إلنا كشعب فلسطيني بكل فصائلنا واحد، هو إنهاء الاحتلال. اسأل أي واحد من فتح أو من حماس شو برنامجك السياسي؟ إنهاء الاحتلال. تنهي الاحتلال عن أرضه. لذلك إحنا يجب أن نعود إلى لحمة وطنية واحدة تنهي هذا الانقسام البغيض اللي صار له سنوات من 2007 واللي إحنا تضررنا منه بشكل كبير، واللي غذاه بعض الأطراف العربية وبعض الأحزاب العربية على حساب لحمة الشعب الفلسطيني. من هون رسالتنا للكل العربي أنه ادعموا وحدتنا الداخلية وما تقوي طرف على طرف، وبل نكون عنصر وحدة ما بين الأطراف الفلسطينية المختلفة تحت عنوان واحد يجمعها، عنوانه إنهاء هذا الاحتلال.
هلا ادوات التحرر تختلف من مكان الى مكان. الفلسطيني اللي جالس في لبنان ما عم بقاوم كمان وعم بدفع ثمن، والفلسطيني اللي قاعد في سوريا عم بدفع ثمن، والفلسطيني اللي قاعد في العراق، والفلسطيني اللي قاعد في امريكا اللاتينيه اليس لاجئ؟ مش عنده حق واملاك ولازم يعود لها؟ مش هذا كمان شريك عرضه؟ شريك، اذا شريك في الـ في الـ في الهدف وشريك في النتيجه، لانه بده يعود لارضه. وبالتالي هي قضيه فرديه، قضيه الفلسطينيه، وقضيه جماعيه، وتعبر عنها القوى الوطنية تحت مظلة واحدة عنوانها منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يجب أن تكون المظلة الوحيدة للشعب الفلسطيني ويجتمع في إطارها الجميع. هلأ البعض له ملاحظات عن منظمة التحرير ندرسها في داخل البيت الفلسطيني، ولكن لا نشجع الانقسام بقوة فصيل على فصيل آخر أو اختلاف في المناطق ما بين الضفة الغربية والقدس. تمام، هذا اللي أنا قصدته. هل لكن واضح. المقاومة هي مقاومة حق مشروع، كيف قلنا القانون الدولي، كل شعب تحت الاحتلال بالقانون الدولي من حقه أن يقاوم. هذا القانون الدولي اللي يعمل اللي احنا مش مؤمنين فيه. أنا هو اللي يعمل دكتور، أنا دارس قانون. أنا بتحدث معك وأنا مختص في القانون الدولي، ودارس كل هاي الاتفاقيات، وعامل كتب لها علاقة في تطبيق القانون الدولي بما فيها المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقش هذا الموضوع ومدرك أهمية البعد الدولي والقانون الدولي. لكن كإنسان يعيش في هاي الأرض وعم بشوف شعبي يوميا يتعرض للقتل، كيف أنا بدي أؤمن بالقانون الدولي؟ فقط حبر على ورق، حبر على ورق. لكن لا يجوز أن أفصل نفسي في العمل السياسي الدبلوماسي أكيد. عن المنظومة الدولية. وهذا مشهد في العراق، ما أنت في العراق كنت تتعرض لاعتداءات، واليوم توحد الجميع بعنوان واحد اللي هو المحافظة على أمن وازدهار العراق. أكيد سعادة السفير، في اتفاق تقريبا دولي إقليمي عربي على إنهاء حماس، صحيح؟ لا. إحنا ما بنقبل هذا الحكي ولا في اتفاق ولا لا؟ لا، عربي لا أعتقد، لم أسمع أي قائد عربي أو أي مسؤول عربي يتحدث عن ذلك. لا تنتظر أن تسمع سعادة السفير، يعني هذه الأشياء ما تسمع. هو لا دكتور، شوف لا، أنت رجل إعلامي ومتخصص في هذا الموضوع. عادة نستطيع أن نقول الشيء للشخص. القمة العربية كانت عنوانها واضح، سمعنا الجميع تحدث، سبقها اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في الجامعة العربية، واجتماع لوزراء الخارجية على بمنظمة التعاون الإسلامي المؤتمر الإسلامي، وتحدث معظم الزعماء العرب في مناسبات مختلفة. هل سمعت أحدهم يتحدث عن إنهاء حماس؟ لم يتحدث أحد. خلينا نكون واضحين، إحنا ما نريد الآن لملمة الجميع مع القضية الفلسطينية بصرف النظر عن اختلافاتنا بالرأي في طريقة الحل السياسي. قد يكون البعض اعتقد أنه برنامج السلام الاقتصادي ممكن يحقق نتيجة له، لكن بالمفهوم العام الجميع الآن أصبح مقتنع أن هذا الاحتلال يجب أن ينتهي، لأنه مع استمراره المضرة ليس للشعب الفلسطيني وحده. صحيح أن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن المباشر، لكن المضرة للمنطقة أجمع. اليوم معظم الأحداث اللي تجري في المنطقة في الإقليم تبعنا شو سببها؟ هذا العدوان اللي بيتم على غزة، وبالتالي هناك كثير من دفع الثمن. في دول عم تدفع ثمن، وفي دول عندها أزمات داخلية اليوم بفعل ما يحدث في غزة. لذلك مين السبب اللي بيحدث في غزة؟ الاحتلال وهذا الكيان الغاصب. من هي الدولة التي تمنع الآن إيقاف الحرب في غزة؟ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صريح. الولايات المتحدة طبعا الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة ما زالت تعطي الضوء الأخضر. أنت عم تسمع تصريحات واضحة، عم بقول لك كمان أسبوعين. وشو يعني كمان أسبوعين؟ أنا بعطيك كأني عم بقول لك بعطيك ضوء أخضر. هل سمعت في موقف واضح من رئيس بايدن اللي راح زار نتنياهو وعزاه ومش عارف إيش ورجع، وبعدين أجا الرئيس البريطاني وبعدين الرئيس الفرنسي والرئيس الهولندي؟ طب حدا أجا عزا الشعب الفلسطيني وهالدماء اللي سقطت في فلسطين؟ حدا ناظر لهذا الموضوع؟ شوف، أنت تريد أن تعمل أكثر. إخواننا العرب مطلوب منهم المجموعة العربية، سفراء العرب بدولهم، أن يعززوا دورهم بشكل أوسع. وأعتقد هذه فرصة كثير على فكرة من اللقاءات، وأنا عشان متابع مع السفراء الفلسطينيين في عمل مشترك يتم بين السفراء الفلسطينيين والسفراء العرب والمسلمين بالتأثير على الرأي العام الدولي. وهناك أيضا بعض النشطاء الدوليين بدأوا ينضموا لنا، وبعض النواب. يعني أنا لما بسمع في بريطانيا ربع مليون من المشاركين في هذه المسيرة الضخمة عراقيين. هذا قنصل عراقي سابق في بريطانيا كان زارني هون في مقر السفارة وقال لي العراقيين أيضا في العالم يتحركوا مع القضية الفلسطينية. إذا هذا المشهد اللي عم بتشوفه هذا الذي أنت يثلج صدرك، أن الأمة العربية ما زالت حية. خلينا نكون متفقين أكثر أننا نريد الجميع معنا كفلسطينيين. إحنا
لن نتدخل في أي شأن لأي دولة، ما إن علاقة فيما يحصل بالدول، إن علاقة الآن أن يتجمع الجميع حول القضية الفلسطينية. طب أنا بدي أعطيك مثال، في العراق مش في اختلاف ما بين الأحزاب؟ أكيد. عندما عايش مجمعين على فلسطين. يعني أنا أدرك إنه الشعب العراقي شعب يقف مع فلسطين في كل حالاته ومتفق على قضية فلسطين، وهذه المسيرات التي نراها في شوارع بغداد وفي المحافظات المختلفة، وهذه الأحزاب التي قدمت في أغلبها إلى مقر السفارة هنا وعبرت عن تضامنها مع فلسطين ورغبتها في أن تساعد فلسطين بأي شيء، وحتى العشائر سواء عشائر بغداد وعشائر البصرة، أنا كنت في البصرة أيضا مع عشائر البصرة الجميلين جدا في مواقفهم وفي أخلاقهم العالي وفي أدبهم وثقافتهم، واللي عبروا عن موقف متضامن مع فلسطين بهذه الروحية اللي أنا شفتها بالشارع والميدان، هذا يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حية ولن يمحوها أحد. وكل المفاهيم اللي كانت تطرح سابقا لإنهاء القضية الفلسطينية وشطبها من عقولنا، العقل الفلسطيني أيضا لأنه كانوا بدهم يفرضوا علينا منهاج إسرائيلي، ننسى فيه القرآن الكريم وننسى فيه أدب محمود درويش وننسى فيه تاريخنا العربي الأصيل المنتمي إلى حضارة بدأت من اليابوسيين على أرض فلسطين، بدهم مندرسوا لأبنائنا، بدهم يفرضوا علينا منهاج إسرائيلي، والأوروبيين حاصرونا لازم نغير المناهج حتى احنا نتعلم اخر، فما بالك في الوطن العربي اللي الاعلام جره الى سوبر ستار وستار اكاديمي وقضايا اخرى على حساب القضيه الاساسيه للشعب الفلسطيني. لذلك هذا المشهد اللي بتشوفه هو روح جديده تعود الى كل انسان، وانت عبرت عنها قبل قليل في روحك انت كدكتور اعلام، كيف انك لا تنام الليل وانت تراقب المشهد وانت تتابع الاحداث، هذا متحقق لكل انسان على سطح الأرض مؤمن أن هناك شعب ينال الحرية وأن هذا النضال فقط من أجل الحرية وأن ثمن الحرية غالي. شكرا سعادة السفير، شكرا لوقتك وشكرا لهذا الحوار، أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.